يستجبي سليه سلي الشرع. من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أنا أم للإسلام والعربي؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، ويبقى السؤال الأخير: كيف نحقق الحياة وكيف نحصل الحياة؟ في نقاط سريعة، لأن الوقت قد مضى سريعا، وليس من الحياء أن أطيل أكثر من هذا، وأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وجهلنا، إنه ولذلك والقدر عليه. تقوية الإيمان، لأن الحياء ثمرة من ثمرات الإيمان. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فقوي الإيمان. كيف أقوي الإيمان؟ بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، لأننا ندين لرب الأرض والسماوات بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسع الوقت لسردها، وقد بينتها مرارا وتكرارا. ثانيا، المحافظة على الصلوات. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي مسند أحمد ومسند البزار بسند رجاله رجال الصحيح، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا يصلي ويسرق. قال: ستنهه صلاته. ستنهه صلاته. صلي وجدد التوبة والأوبة، واعلم بأنك إن صليت على مراد الله وعلى مراد رسول الله ستنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فحشاء من الأقوال والأفعال، والمنكر من الأقوال والأفعال والأحوال. ثالثا، مصاحبة من يحيا الحياء بالحياة معهم وبينهم. يا الله، مصاحبة من يحيا الحياء بالحياة معهم وبينهم. اصحب العلماء يا أخي. يكفي أنك إن جالست عالما، يكفي أن الوقت الذي ستجلس فيه مع العالم لا تعصي الله قط. يقول لقمان لولده: يا بني، زاحم العلماء بالركب، فإن القلوب تحيا بكلماتهم كما تحيا الأرض بوابل المطر. اصحب العلماء، أنفق مالك ووقتك، وسافر إلى أي مكان تجلس فيه بين يدي عالم تستشعر بقلبك وعقلك أنه من العلماء الربانيين. فالحياء يحيا في القلب بمجالسة أهل الحياء من الله، بمجالسة أهل الحياء الذين يستحيون من الله. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المراقبة لله جل وعلا. راقب الله في كل زمان وفي كل مكان، واعلم بأنك لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. واعلم بأنك إن غلقت النوافذ وغلقت الأبواب وأرخيت السطور، اعلم بأنه يعلم السر وأخفى، وهو العزيز الغفور. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لقي عبد الله بن عمر راعي غنم، فقال عبد الله بن عمر للراعي يختبره: يا غلام، بع لنا شاة. قال: يا سيدي، إني مملوك، وهذه الأغنام ليست لي، إنما هي ملك لسيدي. فقال عبد الله بن عمر: خذ الثمن وأخبر سيدك أن الذئب أكلها. فنظر إليه الراعي ولا يعرفه، قال: سبحان الله، فأين الله؟ أين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر، وظل يردد قولة الراعي ويقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ الذي يسمع ويرى جل في علاه. ثم اشترى الأغنام من صاحبها وقدمها هدية منه لهذا الراعي، وأعتقه لوجه الله لحسن مراقبته لربه ومولاه. المراقبة. وأخيرا، اترك على قدر استطاعتك البيئة الراكدة الفاسدة. لا تجلس في هذه الأماكن التي تسمع فيها أقذع الكلمات وأبشع الألفاظ. قم من هذا المجلس، لأن هذه المجالس تميت القلوب. وخذ القرار برجولة وقوة، لأن الأمر دين. وما أجمل نصيحة العالم في حديث الصحيحين للرجل الذي قتل 100 نفس، حين قال له: اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله، تعبد الله معهم لعل الله أن يتوب عليك. فغير بيئة الذنوب وبيئة قلة الحياة
إلى بيئة الطاعة، إلى بيئة الذكر، إلى بيئة الخير، إلى بيئة الفضل. ولا تغفل عن ذكر الله حتى وأنت في عملك، حتى وأنت في سيارتك، حتى وأنت في شارعك، حتى وأنت في بيتك تنتظر أن تعد امرأتك لك الطعام، لا تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يحيي القلب ومما يرقق القلب. اللهم ارزقنا الحياء منك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الحياء منك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الحياء منك يا أرحم الراحمين. اللهم أحي قلوبنا بالإيمان والحياء، اللهم لا تحرمنا من الإيمان والحياء، اللهم لا تحرمنا من الإيمان والحياء. اللهم زين نساءنا وبناتنا بالحياء، اللهم زين شبابنا وأولادنا بالحياء. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف اللهم صدور قوم مؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن قلوب ولاة الأمور بين يديك فحولها بالحب إليك وإلى نبيك وإلى دينك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تكتب لأولاد المسلمين النجاح والسداد والتوفيق. اللهم يسر لهم يا أرحم الراحمين، اللهم ذكرهم يا أرحم الراحمين، اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخزن في أولادنا وفي أولاد المسلمين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء وتقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهذا مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.